بالنسبة للموضوع الأخير من محاضرتنا لليوم، حنتناول فيه موضوع السينكرايزيشن للدرايف تبعي على الجهاز الموجود عندي. الآن بدي أعمل مزامنة بين الجهاز وبين الدرايف، بحيث إنه إيش في عندي ملفات أنا أحملها على جهازي، مجرد ما تتصل بالإنترنت حيصير إلها مزامنة ورفع لهذه الملفات وين على الدرايف. تمام، فهي معنى المزامنة، إنه أي إشي موجود في الدرايف يتحمل عندي على الجهاز تبعي، وأي إشي موجود في جهازي مجرد ما أنا أتصل بالإنترنت يرتفع على الدرايف. حتى أعمل هذا الإشي محتاجة إلى إني أنزل تطبيق لدرايف على الكمبيوتر عندي، فهضغط على تنزيل. الآن هي السيت اب نزل عندي، بدي أعمل له تثبيت، نعمل ران. تمام، بدنا نعمل تثبيت للسيت اب تبع الدرايف. أوكي، بيبدأ يحمل ويجهز إعدادات التثبيت. استنى شوية، يجار الاتصال بالإنترنت وفي انتظار التنزيل، هياخد شوية وقت هيك، أنا حسيبه يحمل وحرجع أكمل معاكم. بس خلص الآن زي ما أنتم شايفين اكتمل التثبيت، هعمل إغلاق. الآن لو رحت على جهاز الكمبيوتر عندي هلاحظ إنه في عندي ظهر جوجل دوك، ظهر جوجل شيت، وظهر مين؟ جوجل سلايد. هدول الأشياء اللي جاية مع جوجل. شوية وحيبدأ يطلع لي نافذة حتى أعمل سينكرويزيشن، أبدأ أعمل سينكرويزيشن. حستنى شوية بس، تاخد شوية وقت هي حتى تظهر. تمام، فأنا مسافة ما تظهر حرجع أكمل. تمام، زي ما أنتم شايفين هيني أنا استنيت بس شوية، يعني ثواني صغيرة هيك وظهرت عندي. الآن إيش بحكي لي؟ إنه ويلكم تو باك أب أند سينك، بده يبدأ في عملية الباك أب والسينكرايزيشن، النسخ الاحتياطي والمزامنة لملفاتي على الدرايف. وببدأ يحكي لي إنه عملية المزامنة حتكون بشكل سيف، اللي هي آمنة. تمام، حبدأ جيت ستارت. الآن أول خطوة بيطلب مني إني أنا أدخل الحساب اللي بدي أعمل مزامنة للبيانات اللي موجودة فيه، فهدخل الإيميل تبعي @gmail.com، نعمل next. جيميل، كلمة جيميل أنا كتبها غلط. تمام، next. أنا حيطلب مني أدخل الباسورد. دخلنا الباسورد، ندخلها غلط، نرجع ندخلها تاني. تمام، هيو قاعد بعمل اوثنتيكيشن. الآن أنا دخلت الحساب تبعي. أوكي، ببدأ يحكي لي إنه الآن اعمل انت شوز للفولدر للمجلدات اللي بدك تعملها سينكرويزيشن وباك اب على الدرايف، اعمل جو ات. الآن هنا ايش بحكي لي؟ انه بدي اختار الملفات والمجلدات اللي موجودة عندي اللي بدي اعملها مزامنة على الدرايف. ممكن انا اختار انه الديسكتوب، انه مجرد ما اضيف اي اشي على سطح المكتب عندي يصير له مزامنة على الدرايف. ممكن اختار الدوكيومنت، انه المستندات، مجلد المستندات. ممكن اختار البيكتشر، طبعا انا مش هختار ولا واحد من هدول، هعمل شوز فولدر، هختار انا مجلد، لانه لو اخترتهم يعني اخترت كل الديسكتوب والهذا حياخد معي وقت كتير. فانا حتى اسرع يعني العملية هعمل مجلد على الديسكتوب عندي، وحسميه مين؟ اللي هو نسميه درايف. درايف، الان بدي اياه انا يعمل مزامنة لهذا المجلد عندي على الدرايف، فهي عملت له سيلكت. الآن مجرد ما أنا أضيف أي إشي في هذا المجلد حيبدأ يعمل مزامنة معه ويرفعه على الدرايف. تمام، اخترت المجلد اللي بدي أعمل معه مزامنة، هعمل next. الآن هي بيحكي لي إنه بده يبدأ في عملية المزامنة، هحكي له start، وهنا continue. أوكي، continue. الآن زي ما أنتم شايفين ظهر عندي مجلد جديد اسمه جوجل درايف. الآن هيو بده يبدأ يعمل في عملية الباك اب والسينكرايزيشن. تمام، اضغط عليهم. ام بده يبدأ هنا زي ما انتم شايفين
بيبدأ عملية المزامنة. هنا هيو الأسهم هنا عبارة عن أسهم لسه زرقاء، قاعد بيعمل مزامنة، بجهز لعملية المزامنة عندي. هيو فايند هذا سيلكت، تمام، اوبن جوجل، اوكي، هحكي له انه كونتينيو، هعمل اوبن. تمام، الان زي ما انتم شايفين ايش ظهر عندي، ظهر عندي اجهزة الكمبيوتر، في اجهزة الكمبيوتر الماي لابتوب تبعي اللي هو اللابتوب تبعي، وهنا ايش في المجلد اللي بده يعمل فيه، بده يعمل معه سينكرونايزيشن اللي هو مزامنة. فهذا المجلد اللي انا ربطته اللي هو عبارة عن الدرايف لسه فاضي، تمام. فهنا لو انا عندي رابطة رابطة اكتر من جهاز مع الدرايف هذا حيظهروا عندي هنا. يعني نرجع نشوف، انا هيو قاعد عماله بده يبدأ يعمل المزامنة. هيو شايفين الاسهم هذه، انه الاسهم ازرق، انه بده يعمل مزامنة للملفات. لسه قاعد بحمل، لما يخلص يحمل هيحط لي صح عليهم، تمام. هيو شايفين هيخلص حمل لي، حمل كل الملفات الموجودة على الدرايف. تعال نشوفها هنا ايش في عندي ملفات على الدرايف. في عندي ملف اسمه ليكتشر 3، هاي ملفاتي، وهذا الملف فيه كلاس 2، وفي هذا الان هيو الجوجل درايف. هيو هذا هو التطبيق تبع جوجل درايف اللي بده يحمل، وبده يكون فيه كل اشي موجود على الدرايف حيكون في هذا الملف. هيو شايفين بدأ عملية المزامنة، وهنا حطت لي انه صح، انه انا حملت لك كل الملفات الموجودة في الدرايف عندك على الجهاز، تمام. هاي عمل سينكرونايزيشن، والان هيو قاعد بعمل هان. طيب لو انا بدي اضيف مجلد على الدرايف، بدي اشوف هل حيجي على الكمبيوتر تبعي ولا لا، هعمل جديد، نعمل جديد، مجلد جديد بلا عنوان، هاي ضافه، نيجي عنا على الدرايف، نرجع نفتح جوجل درايف، خد شوية وقت حتى يعمل سينكرونايزيشن، بس خليني بس أحمل ملف أسرع لي، تحميل ملف، نحمل هذا الملف مثلا. الآن هيني أنا حملته، نرجع على الدرايف، نعمل ريفريش، شايفين هيو انا كاينه محمله وين جوات ليكتشر 3. فشفتوا الملف اللي انا عملته توي المجلد وين كاين عاملاه، جوات ليكتشر 3، فما ظهر عندي برا. لو لما فتت جوا هيو ظهر عندي. فالان انا ايش في عندي ملفات انا بحملها على الدرايف، حيصير إلها سينكرونايزيشن على السريع، حتنزل عندي على الجهاز في هذا المجلد. طيب الان لو انا عندي، مش احنا حكينا عملنا مزامنه مع هذا المجلد على الدرايف، هذا المجلد فاضي. الان لو انا ضفت مجلد جواته او ملف جواته حيصير له مزامنه على الدرايف. خلينا نضيف مثلا تكست دوكيومنت، ملف مفكره عندي، واكتب فيها اي كلام بدي اياه، واعمل سيف، تمام. الان زي ما انتم شايفين الاسهم هذه انه معناه لسه قاعد بيعمل مزامنه، بيبدا يحمل الملفات تبعتي وين على الدرايف. لما يخلص حيبدا لما يخلص هيحط لي صح، تمام. فهو قاعد بيحمل، هنتظره بس شويه صغيره حتى بس انه هو الانترنت يتصل بالانترنت، وحيحمل على السريع الملفات تبعتي على الدرايف. نشوف وين حتظهر، في عنا في ماي لابتوب، في عنا في الدرايف، هاي الدوكيومنت اللي انا عملته، هاي شايفين هيو عمل صح هنا، انه هذا الملف صار له سينكرونايزيشن تزامن، وصار وين اتحمل على الدرايف. فهذه هي ميزة المزامنة على الدرايف. اذا احنا اتعرفنا في هذا البارت من المحاضرة، تعرفنا كيف ننزل تطبيق الدرايف عنا على الجهاز، بحيث انا ايش ما اضيف عندي على الدرايف هناك ينزل عندي على جهازي، وتعرفنا على كيف انا اعمل مزامنة، اني انا ارفع ملفاتي في ملف معين في مجلد
مجلد معين، ارفع ملفات. مجرد ما يتصل بالانترنت هيبدأ يعمل مزامنة لهذه الملفات ويرفعها على الانترنت. وطبعا زي ما حكيت اشارة الصح، يعني صار عملية تحميل وتمت الامور بنجاح. انه لما يجي يعمل لي الاسهم الزرقاء، هذه معناها انه لسه قاعد عماله بحمل وبيبدأ يرفع الملفات الموجودة عندي. فهذه هي ميزة جوجل درايف، اني انا بامكاني ارفع ملفاتي، اعمل مشاركة للملفات تبعتي، واحدد الصلاحيات على الملفات، واعمل مزامنة للملفات، واستفيد من المساحة الموجودة في الدرايف لو انا ما عندي مساحة على الجهاز. يعني انا الان في عندي الاقراص تبعتي بدأت تتملف، فهستخدم الجوجل درايف حتى ارفع ملفاتي واخزنها هناك. وبرجع بأكد على انه موضوع المزامنة للدرايف آمنة، لانه بيحفظ، هو آمن بيحافظ على البيانات عندي، بيعمل خوارزمية تشفير معينة بحيث انه ما حد يقدر يفوت للبيانات الموجودة، فهي بتضمن موضوع السكيورتي. الان لو انا عاملة مزامنة للجوالات تبعتي، وين حتظهر؟ حتظهر هنا في اجهزة الكمبيوتر، حيظهر هنا اسم الجهاز تبعي والملفات الموجودة. تمام، هذه كانت محاضرتنا لليوم، اللي هي كانت بعنوان جوجل درايف. اتكلمنا فيها على سيرفيس تانية من السيرفيس اللي بتقدم لنا اياها شركة جوجل. اتعرفنا على كيف نعمل ملفاتنا، ننشئ ملفات، كيف نحملها، وكيف نعمل مشاركة. واخر موضوع تناولناه كان هو عبارة عن السينكرويزيشن. تمام، هذا بالنسبة للمحاضرة. بتمنى تطبقوا اللي عملتم وتعملوا ترفعوا ملفات وتعملوا المزامنة اللي سويتها. طبعا اي استفسارات، اي تعليقات انتم حابين تسألوا عنها، اكتبوا لي على الكلاس روم، واحنا ان شاء الله كالعادة بننزل عنا واجب حتى نشوفكم انكم طبقتوا الامور وفاهمينها 100%، وحنعمل لايف حتى نشوف ايش في عندكم اشياء واستفسارات حابين تعرفوها. تمام، ويعطيكم العافية.